اضغط على سبسكرايب لتكون أول من يحصل على كل ما هو جديد من قناة دجلة. البذرة الأولى للمسابقات الروبوتية في العراق، مسابقة البطولة الوطنية الأولى للروبوت لعام 2018. فريق أجيال التقنية للذكاء الاصطناعي هو الفريق التعليمي لهذه البطولة، بغية مشاركة الفائزين في البطولة العالمية 12 المقامة في الكويت. البطولة الوطنية الأولى للروبوت في العراق هي البذرة الأولى للمسابقات الروبوتية في العراق. احنا كشركة أجيال التقنية وكمركز استثمار روبوتس فور كيدز احنا ممثلين عن العراق في الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وأعضاء الهيئة الإدارية نفس الجمعية. فاحنا سوينا هاي البطولة حتى نرتقي بأبنائنا الأعزاء نحو الابتكار نحو الإبداع لفائدة البلد، وحتى نسطع ويبين نجمنا أيضا كمشاركات عربية ودولية. اللي يترشح من هذه البطولة راح ياخذ دورة تدريبية لمدة معينة على روبوت آخر غير هذا الروبوت، أصعب من عنده اللي هو روبوت فيكس. روبوت فيكس راح نشترك من خلاله بالبطولة العربية للروبوت اللي راح تقام عام 2019 بالكويت إن شاء الله. عام كامل من العمل والجهد الطوعي لتدريب الأطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة إلى البطولة. 4 تحديات يمر بها الأطفال المشاركين، كل تحدي لفئة عمرية محددة. توجهنا لهذه البطولة اللي هي تقام أول مرة في العراق وهي برمجة الروبوت. شاركنا مع طلابنا إن شاء الله، نتمنى لهم الفوز. هذه طبعا فد مبادرة جميلة جدا وأيضا مثمرة وناجحة. تكون هذه المشاركة للطلاب ونعطيهم فرصة لبرمجة الروبوت والتعلم من خلاله. فكرة كلش حلوة، تنمي ذكاء الطالب، توسع المدارك مالته، تخليه يقدر يتخذ قرار، تخليه يصير عنده أسلوب التحدي النظيف هو وفكرة، يعني بدون ما مثلا يطلع فد عادات أو فشي. تقوي الذاكرة مالته، الفطنة، تخليه يعيش أجواء مع التحدي. كل هذه الجهود المبذولة هي لارتقاء أطفال العراق للنهوض في الواقع التعليمي والخدمي لإنتاج مشاريع ذات فائدة للشارع العراقي. يعني شافوني شاطر بالمدرسة وأعرف أقرأ وأكتب، يعني شاطر، المعلمين يحبوني هاي فاختاروني، وأنا وبعد شو اسمه كم واحد من الألف، وهاي واحدة يمهم من الباء هم مشاركة، هم جابوا شطار من المدرسة. أول مرة أشارك، هم ما تقبل بديش مدرستنا إنه نروح، وأنا فرحانة كلش لأن هاي مسابقة، أول مسابقة أنا شارك فيها. شلون يعني مثل الموهبة إلي، ويعني أحبها يعني تنميني أكثر ويعني تبرزني أكثر. من بغداد فرح أحمد، قناة دجلة الفضائية.